بنسوي كيكة جبن بالزعتر، وايد لذيذة. بسم الله نبلش. عندي 3 بيضات، أضيف عليهم ملعقتين من السكر، أضيف عليهم 3/4 كوب زيت، أوكي. أضيف عليهم كوب حليب فريش، كل السوائل تحطينها أول شيء. بسم الله. وحاضيف عليه ملعقة فانيلا. طبعاً ممكن تخفقينه بخفاقة الكيك أو تحطينه بالخلاط كامل. بعد ما خفقته عدل، أضيف عليه كوبين من الطحين تدريجي، ملعقة من البيكنج باودر، ملح. بعدها بتلاحظين الخليط صار عندك شبه، ملعقة من الزعتر، ملعقة صغيرة من حبة البركة. بسم الله نبلش نحب. يا سلام. طبعا دهنت الصينية شوية زيت، الخليط كيف طلع عندي شذا مثل ما انسك. ممكن عندكم جبنة نابلسية او ممكن عندكم جبنة فتة سعودية. شوفوا حطيت الجبنة بس بغمسها بطريقة، بس شوية عندي صماغ شوية برش منه، وبرش زعتر. بسم الله. وشوية من حبة البركة. يا سلام. شوفوها 20 دقيقة صار لها بالضبط. يا سلام عليك يا ليل. شوفوا الجمال، توني قصيتها.